الاعتصام ديالنا اليوم هو اعتصام جزئي، وجاء تلبية وتنزيلا لبيان المكتب الجامعي، وهي اعتصامات متزامنة على الصعيد الوطني، وهي بمثابة استئناف لبرنامجنا الاحتجاجي ردا وتنديدا واستنكارا لالتفاف وزارة الصحة على المطالب العادلة والمشروعة لرجال ونساء الصحة، واستمرارها ومضيها في مخططها التخريبي الداعي لضرب الخدمة المرفق العمومي في قطاع الصحة، وأيضا التراجع على المكتسبات والحقوق التي راكمها نساء ورجال الصحة على مستوى الوظيفة العمومية. نؤكد ردنا لهذا السلوك المتعنت لوزارة الصحة، ونجدد رفضنا لاتفاق المهزلة الذي لا يلزمنا بأي حال من الأحوال، وتشبثنا باتفاق 26 يناير لسنة 2024. أيضا هذه الوقفة كتجيبها في واحد السياق محلي على مستوى المستشفى الجهوي لبني ملال، والذي يتسم باستمرار التضييق على مناضلي ومناضلات الاتحاد المغربي للشغل واستهدافهم، ومضي الإدارة هذا المستشفى في غدراستها، وأيضا لا يفوتنا التضامن مع شغيلة مركز الأونكولوجيا المركز الجهوي للأونكولوجيا، والتضامن مع نضالات طلبة الطب وكلية الطب والأسنان والأسنان، ورفضنا للقمع الذي تعرضوا له بالأمس، وهي فرصة أيضا للترحم على شهيدة الواجب الوطني الممرضة التي وفتها المنية إثر فيضانات الأخيرة بمدينة طنطا. وشكرا.